جائزة راح تكون على ايفون، اللي يفوز راح ياخذ الايفون. جاهزين؟ متحمسين؟ يلا مين تنزلون قوموا. وهلا والله بالحلوين، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. طبعا يا شباب اليوم في عندنا فلوك خفيف لطيف بين سنفور وبين مالك. قبل ما نبدا الفلوك حابين نقول لكم نقطة، لا تنسون اللايك والاشتراك والسبسكرايب عشان نوصلك بكل حاجة. يا حلو، جاهز يا سنفور؟ جاهز. عطيه. هلا والله. طبعا يا حلوين، المقطع تحدي قلنا بين سنفور وبين مالك، الكابتن مالك والكابتن سنفور. جاهزين يا كباتن؟ جاهزين. كابتن مالك مين معاك؟ معي علاوي وروز. جاهزة يا روز؟ جاهزين. كابتن سنفور؟ معي السنة وغنى. يلا الجائزة راح تكون على ايفون، اللي يفوز راح ياخذ الايفون. جاهزين؟ جاهزين. متحمسين؟ جاهزين. يلا مين تنزلون قوموا. اللعبة الاولى، الجولة الاولى راح تكون بين بين الصيني وبين روز. يلا يلا اختارت روز تلعب. يلا يا روز، لايفن يا روز. يلا يلا لا يلا يلا روز روز يلا. خسرت روز. قومي قومي يا روز. يلا صيني. عند الصيني الحين. لا يلا. خسر 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 الصيني خسر. الحين عند غينا وعند علاوي. يلا يلا عند مين الاولى؟ الجوله الاولى عند مين؟ غينا. يلا يا غينا، غينا تستطيعين يا غينا. يا غينا الايفون، الايفون اللي يروح عليك. خسرت غينا، خسرت غينا، خسرت غينا. لاعبك خسر. نشوف هلا علاوي تستطيع. علاوي علاوي الايفون. تعالي جاي، تعالي تبين تلعبين؟ تعالي 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 يا حلوه. من الحلوة هذه؟ أنا الحلوة هذه. تعالي تعالي لعبي معنا. يلا تعالي تعالي يلا. سمو جاي تارك معانا يا شباب. يمكن ما قلت لكم، أنا اللي يخسر راح يكون له عقاب، هو كابتنا. تمام؟ هذا الحلوة جت تشارك معانا، هذه خليها هي وسلطان بآخر شيء يشاركون. يلا كابتن مالك، كابتن سنفور، اللي يخسر راح ندخله بال وين؟ بالخيمة. هذه دخلت من الحين، بين واضح خسرانة، واضح خسرانة انت من الحين اللي دامك دخلتي على طول. يلا يلا الحين عند علاوي قلنا يا شباب. يلا يا علاوي، يا علاوي الايفون، يا علاوي الايفون اللي يروح عليك يا علاوي. يلا يا علاوي. يلا غشاش مطفيه علاوي. لا 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 عادي، نعيد نعيد الجوله، نعيد الجوله، نعيد الجوله. علاوي دون غش، علاوي تو طفي اللعبه حتى يفوز ما يطلع صوت. يلا يا علاوي. لا 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 كمل كمل تو بدا. اي علاوي تقدر يا علاوي. الايفون يا علاوي، الايفون يا علاوي. خسر علاوي. يلا بين مالك وبين سنفور، كل لاعب يشجع كابتنا وكل لاعب يوقف جنب كابتنا. الحين عند سنفور. يا غشاش يا غشاش. يلا برا برا برا، يلا برا الحين عند الكابتن مالك، عند الكابتن مالك. يلا يلا عند مالك يا شباب. يلا يا مالك. طبعا هذول يبون الايفون مع مالك، كابتنهم مالك. جاهزين يا فريق مالك؟ انا بادي. ها والله مالك جابها 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 مالك. الايفون قرب يا مالك، يا روز الايفون قرب يا روز. والله جابها مالك. راحت عليك، راحت عليك شكلها، راحت عليك شكلها يا سنفور. طاحت طاحت طيحي. ها مالك تقدر يا مالك، تقدر يا مالك، تقدر يا مالك، تقدر مالك مالك مالك. مالك مالك فاز. تعال 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 مالك، رفع معنا الايفون. هذا فريق الخسران، وقفوا يلا بجنب بعض. هذا الايفون،
اخذوا فيه الجائزه مالك وروز وعلاوي. فريق خنصور فريق سنبور خسر. طبعا تعال الحين لهم عقاب، بما انهم خسروا لهم عقاب. عقاب تدري وش؟ طبعا الايفون، ايفون 14 عادي. تستاهل والله علاوي، انتم فريقك مالك. يا سلطان انت سويت يا سلطان؟ لا 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 سلطان، سلطان كب الدنيا يا سلطان، سلطان خلل يا سلطان. انت ايش قاعده تسوين انت؟ قرر هو سلطان يخربون الدنيا. سلطان روز ايش قاعدين تخططون انت والكابتن اللي معك؟ خطط مين بيربح بهاي. قاعدين تلعبون في هذه؟ ايوه. شوفوا ايش سووا هذول، انتم قاعدين تلعبون هنا. خليني خربي ولا سمو وشو هذي؟ هذي وشو هذي؟ هذا هذا مش معك يا اسامه، ما اسمع عنك. لا مش يا سنبور. يا الله انت ايش قاعد تسوين انت؟ هو قاعد تسوين صيني. سلطان سلطان هذي امسك امسك هذي سلطان. سلطان طبعا يا شباب خرب الدنيا هو وسمو، اتفقوا هو وسمو يخربون الدنيا. سمو طلعت خربت تطلع من الخيمه. سمو يا حلوي هذول قاعدين يلعبون، خلاص قبل الخساره خذوا الجائزه والصيني ما زال يلعب معهم. هذه قررت تصير. سرقت الايفون، امسكوها 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 الصيني. سرقت الايفون يا شباب. تسوين حالك شغاله بماك؟ ها؟ خلاص الجائزه معاها، الجائزه معاك. انت فزتوا، الجوال اخذاه مالك، الجوال اخذاه مالك وخلاه معاها. تخلينا معاك الجوال؟ ها؟ يلا يلا تعالوا تعالوا، لازم ياخذون عقابهم الحين. مين؟ فريق ما سنفور. جاء وقت عقابكم يا سنفور. جاهزين للعقاب؟ جاهزين. انت قبلت التحدي وقلنا لك العقاب، العقاب راح تشوفه الحين. جاهز العقاب انا. يلا تعالوا. يلا يا الصيني وراك عقاب. تعال عقبيهم تعالي. قاعد تسوي هذا؟ سلطان ايش قاعد تسوي يا سلطان؟ سلطان ايش قاعد تسوي يا سلطان؟ هذه وش هذه؟ ها؟ يلا وقفك فولين. طبعا الحين جاء دور ايش؟ هذول الخسرانين هنا فريق الخسرانين. لا 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 علاوي علاوي، العقاب مو كذا، العقاب بدون اختلاف القوانين مثل ما قلنا لكم. العقاب تدخلون الخيل. لا العقاب تاخذون الكور تضربونها على سنفور وفريقه، سنفور فريق الخسرانين. يلا يا سنفور وقف وقف، انتم فريقك هناك. يلا 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 وقف وقف وقف. يلا 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 يا روز تعالوا وقفوا وقفوا. لا لا وقفوا وقفوا وقفوا. امك دقت عليك يا بن هجون. يلا كل واحد مع ثلاث كور، كل واحد يختار شخص يضربه. من تختار يا علاوي؟ زين. لا لا لا. يلا يا الصيني تعال تعال وقف الصيني. انا غرز. يلا يلا يا رز اضرب الصيني، اضربي من بعيد، اضربي يلا اضربي 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 يلا يلا. هذول فريق الخسرانين وهذول عقابهم. يلا مالك من تختار؟ يلا تعال يا سنفور. يلا وقف يا سنفور. والله ودي اسامحه بس ما اقدر. خلاص هذا عقابك، انت قبلت التحدي يا كابتن. هذا هذا الكابتن الفاشل وهذا جزاته. كابتن سنفور هذا فريق الفاشلين وهذه نهايتهم. طبعا يا حلوين قررت سمو، امسك لي اياها امسك لي اياها، قررت سمو تلعب مع روز. يلا يا سمو، سمو جاهزه؟ سمو شكلها تبي تربح الجائزه معانا. يلا يا سمو، اي واحده تبين يا سمو؟ سمو جاهزه؟ يلا يا علاوي عندك. ظل ظلك ظل مين؟ ظل ظل روز غينا. هذه نهاية اللي خسرون، وهذه ايش قاعدة تسوي؟ ايش قاعدة تسوين انت؟ دور الكورة. يلا يا كابتن مالك
بما انك انت الكابتن اللي فاز وهذا الفريق اللي فازوا وانتم الفريق الخسران، ايش حابين تقولون للفريق الخسران؟ وايش انتم ايش حاب تقول؟ نعم للتحدى اللي احضر منه. يا عيني انت ايش حاب وايش تبي تقول يا سنفور؟ نتحدى خلاص استنى نتحداه تحداني كلها من مين يا الصيني؟ يلا سلموا على بعض سلموا على بعض خلاص. هذه مبسوطة طبعا فازت بالتحدي هي علاوي مع الكابتن مالك. مبسوطة بالجائزة؟ مبسوط؟ هذا طبعا خسر بالجائزة قاعد يتدرب. الفلق الجاي الفلق الجاي تكون جاهز؟ يلا هذه قاعدة تلعب تتحدى معانا سلطان. وش يصير معك يا سلطان؟ سلطان ملعبنا اليوم بالتحدي سلام. خلاص يا سلطان التحدي الجاي خلاص يا سلطان التحدي الجاي سلطان التحدي الجاي نلعبك خلاص. سلطان معصب يا شباب تدري نبي ندور على الكابتن والله انا خسران فيكم روح جابوا الو نبي كابتن خليني دبروا واحد والله صراحة معهم حق قاعدين يشوفون لهم كابتن ثاني. انت كابتن فاشل اكسبنا الجائزة روز روز مبسوط وشوف فريقك زعلان فريقك زعلان خسر الجائزة خليني دبروا واحد غير يلا يلا ما عليك كابتن سفور تعلم وتعلمه.